يعني ازاي ان احنا الاول اولا دلوقتي نعرف ان مثلا الطفل ده يعني بيكتسب الصفه، وصفه العناد دي بيكتسبها عند مرحله النمو، ولا هي صفه بتولد معاه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. احب احييك واحب احيي الساده المشاهدين واقول هو عامه احنا هنبدا كده تدريجيا نعرف يعني ايه العند اساسا، ونعرف يعني ده مكتسب ولا زي ما حضرتك سالت. هنبدا كده تدريجيا نقول ان اولا الطفل لما بيجي يولد بيولد مثل الصفحه البيضاء، لا هو عنده عند ولا كذب ولا سرقه ولا عض ولا كل الايه السلوكيات الخاطئه اللي كل اولياء الامور بيعانوا منها. يعني ما فيش طفل بيتولد اصلا عنيد خالص خالص خالص، مع ان هو في الاصل بياخد جينات وراثيه من الاب وجينات وراثيه من الام، ولكن بيولد زي الصفحه البيضاء كما كلنا عارفين ان الطفل ما بيبقاش عنده اي صفه، بيكتسب دوت من ايه؟ من البيئه، من الوالدين. لكن لما نيجي اعرف العند اساسا، يعني ايه عند اساسا؟ هو اضطراب سلوكي. يعني ايه اضطراب سلوكي؟ يعني في بعض الاضطرابات اللي بتحصل في السلوك الغير مرغوب فيها، السلوك الخطا. فبالتالي الاضطراب دوت بيبدا الوالدين الاب والام يشتكوا، ده مش تربيتنا، دي مش اخلاقنا، ده مش البيت اللي اتربينا فيه، مش هو دوت اللي احنا عايزينه لاولادنا، ده مش مستقبل ولادنا. ولكن احنا مفتقدين حاجه او ناسيين حاجه، ان العند ده يعني فتره زمنيه، مرحله نمو. في عند بيبقى مرحله نمو اللي هو بيبدا مثلا من سن سنتين. الطفل لما يبقى عنده سنتين كده بيبدا يتمرد، يبدا يعاند، يبدا يرفض، يبدا يستقل بشخصيته، يبدا. بس عايزه اقول لحضرتك على حاجه يا استاذ عمرو، ان العند دوت اساسا بيبقى ناتج عن الام نفسها. كلنا كامهات كده عن الام، علشان هي اكتر حد بيقعد مع الطفل، يعني اكتر حد بيقعد مع الطفل، واكتر حد عايز الطفل يكبر بسرعه، واكتر حد عايز ان الطفل يبقى سليم جسمانيا وعقليا ونفسيا واجتماعيا ودراسيا كل حاجه. فبتبدا ان هي تغذيه بكل حاجه بدري 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 بسرعه، فده بيدي نتيجه عكسيه. احنا في مراحل نمو لازم نمشيها مرحله مرحله. وكمان عايزه اضيف كمان يا استاذ عمرو، انه مش عيب ان ولي الامر كاب وام يبقى عندهم ثقافه بان هم ازاي يربوا الولاد وازاي يعدلوا السلوك وازاي يبقى عندهم معرفه بكده، لان دي جيل المستقبل. دي مش حاجه سهله، مش طفل ان ربنا رزقنا بيه يبقى خلاص شويه فرحانين بيه، بنلعب بيه، بنضحك معاه، وبعدين نبدا نفرض احنا ككبار سيطرتنا عليه ونامره بان ينفذ الاوامر غصب عنه. بيؤدي دوت للعند. فنرجع تاني لموضوعنا، ان هو اساسا في الاصل اضطراب سلوكي. اضطراب سلوكي هل يعني ايجابي ولا سلبي العند؟ اكيد سلبي. طبعا سلبي، لان احنا بنقول عند يعني ايه؟ يعني ممكن حد يقول ده شخصيه، بيكون شخصيه. ما هو الاستقلاليه ديت اللي هي تكوين الشخصيه، ان هو يستقل بذاته، ان هو يحط شروط ويم. هنمسكها جزئيه جزئيه يا استاذ عمرو. هو اضطراب سلوكي، اضطراب سلوكي يعني ايه؟ معنى كلمه اضطراب يعني حاجه مش مظبوطه، مش موجوده في مكانها، مختله عن مكانها. معنى ان في اختلال، معنى ان في رفض من اللي حواليه. بابا وماما رافضين هذا السلوك، عمته وخالته وخاله وجده، كل من بيتدخل في معانا في الحياه بيبقى رافض هذا السلوك. فبيؤدي ان احنا بنطلق عليه طفل عنيد او طفل متمرد او طفل عصبي. طيب ده بينتج عن ايه؟ بينتج ان الام من الصغر خالص، احنا خلاص عندنا بيبي وطفل مولود صفحه بيضاء، بنبدا نعمل تمارس عليه سياسه الضغط. بمعنى ايه سياسه الضغط؟ الاكل كتير والاكل بعافيه، مش عايز ياكل لا اضغط عليه، طب المعلقه دي يا حبيبي، طب حبه العصير دول يا حبيبي، فده ضغط. هي كده بتوقف شخصيته، فالولد بيكتئب او البنت بتاخد الكبت وبتاكل غصب عنها او بياكل غصب عنه. طيب اللبس هي اللي بتختاره، فبتختار اللي هي عايزاه، هي مش اللي الطفل محتاجه. او ممكن بعد كده ده يضعف شخصيته، مثلا يخليه ما يعرفش يختار. او ما هو دوت بيضعف شخصيته في حاله ايه؟ لو احنا استمرينا على كده. فاحنا بنبدا زي ما قلت لحضرتك كده، ان هو بيبدا من عندي سنتين، بيبدا بقى ماما عملت من عندي شهور الاكل بالضغط، اللبس بالضغط، المشي بالضغط، الكلام بالضغط، كل حاجه بالضغط. ما بتجيش كده ان هو وقت ما يحب ياكل هياكل، وقت ما يحب هيشرب هيشرب. ما فيش كائن بيموت من الجوع مبدئيا، يعني معظم الامهات عندهم اعتقاد ان كل ما اكل ابني كتير كل ما هيكبر بسرعه. لا، كل ما اكله كتير اكل مش صحي كل ما هيزداد سنه، مش هيكبر. فبالتالي هي بتضغط بقى بالاكل، وهو بيرفض. فدي اول نقطه في الضغط وتعليم الطفل العند.
ان احنا انا لما يبقى قدامي طبق وابقى مصممه ان هو ياكله كله واضغط عليه بالسياسه واحيله شويه والقطر يدخل فين وشويه اجري وراه وهو شويه يجري ويستخبى، ما هي دي ضغط في الاول بتبقى لعب وبعدين خلاص هو الولد استكفى فبتبقى دي ضغط. اول حاجه اللبس بيبقى محتاج يلبس، هو مرتبط بتيشيرت او طقم او مرتبطه بفستان درس معين، فبيبدا ان هو هي تختار لا ماما محتاجه في المناسبه دي اللبس ده، هي اللي محتاجه ماما مش الطفله اللي محتاجه. فبالتالي بتضغط عليها او بتضغط عليه. ادي ولدنا لعندي كمان نيجي نروح مشوار، يجي يختار لعبه، يجي يختار اي حاجه من السوبر ماركت بالضغط. بعدين